المشاهدون الاعزاء، سلام الله عليكم ورحمه منه تعالى وبركاته. سعداء ان نلتقيكم في حلقه جديده من خط احمر. سعداء انه في حلقه هذا الاسبوع نتناول عدد من القضايا الفنيه وبعض الاحداث المهمه، وزي ما وعدنا انه بدينا في ملفات بتخص برضو الدراما السودانيه الاسبوع الماضي، وكان معنا الممثل عبد الله عبد السلام فضيل. خلونا برضو نشوف مقطع ويضم لنا ضيف جديد ونواصل ملف الدراما السودانيه والاعمال المتصله المنفصله. من الصعب انتزاع الابتسامه من بين الشفاه السودانيه حقيقه، يعني انه السودانيين ممكن لحد ما يتفاعلوا مع اعمال قد تكون تراجيديا واعمال فيها مسحه حزن، لكن الاعمال الكوميديه من الصعب انه انت تنتزع منهم الابتسامات عبر نص ساحر وسيناريو ساخر. المزال الذي حتى في الممثلين ما اي موهوب بيتمكن منه، وفي ظل الظروف وفي ظل الوضع الراهن بيبقى التحدي الأكبر. لكن حقيقة من أنه في أسماء قدرت أنها تقاوم كل يعني ظروف الحياة الفنية الطاردة والمناخ غير الملائم للإنتاج والعوائق اللي بتضع الدولة عن عمد أو بلا قصد، وقدروا أنه يثبتوا وجود للدراما السودانية ويكون الكوميديا عندها كلمتها ويكونوا موجودين يعني بشكل او باخر في 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 خارطه التواجد الفني، وصنعوا للدراما السودانيه وللكوميديا السودانيه تواجد. يظل واحد من الاسماء اللي بيشار لها ببنان التميز ربيع طه، واحنا تكلمنا عن ربيع طه ممكن يبقى اكثر من مره في خط احمر، وقلنا انه يعني ربيع بيقاوم وبيحرص عليه انه يكون موجود بسلسله من الاعمال المنفصله والمتصله، يعني مسمى واحد، شخصيه ممكن تكون حتى لو شخصيه نمطيه او يختار الاسم لشخصيه، واتعملت عليه عدد كبير من الحلقات وقدرت الحلقات دي في فتره وجيزه انها تحقق مشاهده عاليه، وتصبح هي نفسها العبارات اللي بتداولها وض الزلط هي بتلقاها انه بيتداولوها الشباب في جلساتهم، وبقت بين الناس في الطرقات، واصبحت تيمات في كثير من الاماكن، وده دليل النجاح. يعني ما زالت انه هو بيبث عبر اليوتيوب النسب المشاهده العاليه، انه الحلقات قدرت انها تحصل في فتره وجيزه على درع اليوتيوب. ممكن تكون دي النجاحات المرئيه بالارقام، لكن النجاح الحقيقي انه صنع تواجد للدراما وللكوميديا السودانيه. وحنتكلم احنا اكثر شويه برضو عن المساله بتاعت الانتاج ومشاكلها، لكن فقدنا من بعد رمضان، هو في رمضان قدم أغوال مأسورة بالسين، ففقدنا ربيع وإنتاجه الجديد من بعد العيد، فما عرفنا هل دي استراحة محارب، هل إنه ربيع طه اكتفى بما قدمه في الفترة الفاتت، هل لا هو هزمت الظروف من حوله. قبل ما أنا أواصل وأتكلم وأقول وجهة نظر، بكون سعيد إنه معي على الخط الأستاذ الكوميديان الممثل الصديق ربيع طه. السلام عليكم أستاذ ربيع. الو طيب، لحد ما يرجع لنا الاتصال خلونا نقول انه يعني من الاعمال الحقيقه اللي قدمها ربيع طه في الفتره الاخيره هي ساهمت في توطين الكوميديا السودانيه. كيف توطين الكوميديا السودانيه؟ يا جماعه الفتره الاخيره السماء المفتوح، العالم المحشو بالاغراس، الاعمال اللي بقت متاحه انه انت تشوف دراما اجنبيه، تشوف تركي، تشوف عربي بمختلف الانواع والوانه، لكن قدر انه ربيع طه وبعض المجموعات انها توطن الكوميديا السودانيه. طيب زي ما قلنا انه ربيع طه من الاسماء اللي انتزعت الابتسامه، الاسماء اللي حققت وجود للدراما السودانيه في توقيت صعب، حققت ارقام قياسيه في المشاهده عبر اليوتيوب. سعيد انه يكون معي على الخط الاستاذ الصديق الممثل الفنان ربيع طه. استاذ ربيع مساء الخير. مساك نور استاذ هيثم، وسعيد جدا في اللقاء معاكم في خط احمر البرنامج المشاهد
يعني سعيد جدا في اللقاء معك ان شاء الله. تسلم تسلم استاذ ربيع. في مقدمه طويله انا اتكلمت شويه عن عن يعني عن عن وضع الزلط احتمال، لانه سلسله الحلقات دي في رغم يعني حققت رغم قياسي في زمن وجيز وحصلت على درع اليوتيوب، لكن ده ما غريب عليك. يعني انت النجاحات دي حققتها في كاميرا خفيه، وحققتها في مجازفات، وحققتها في الاسكتشات، وحققتها في عروضك اللي بتتجول بها من مكان للاخر، وانت في ظل كل الظروف ورغم يعني عوائق الانتاج ما رميت الرايه، ودائما قاعد تكون موجود وبتحاول تغاتل وتستفيد من التغنيه، ومره انتاج مع تلفزيون، ومره انتاج خاص، ومره انتاج عبر اليوتيوب. اليومين دي واقف مالك والحاصل شنو؟ والله تعرف الكاركترات اللي عملتها دي بما فيها الليموني، الشخصيه الليموني الفنان المغني والضزلط كده، شخصياتها بقت تمشي بين الناس يعني حقيقي. لقيت اقبال كبير جدا، والضزلط لاي زول لقى استقبال عالي جدا، وطريقته وكده بقت بين الشباب يعني، حتى لزماته وكلامه بقى بين الشباب، وحتى الليموني ذاته ولزماته وكلامه شخصيات مختلفه من بعض يعني. حتى الليموني بتاع انا عندي كره شرافين انا تعبان يا ضزلط صلعه ده ما ادري ايش صوتك، فبقت في الكلام ده انا ماشي بين الناس بس بسمع الكلام ده كله كده ماشي. القناة نجح منقطع نظير، فترة وجيزة شارت الدرع 4 شهور شارت الدرع يعني، وعملت مشاهدة عالية جدا وكده. لكن حقيقة احنا بنعاني من حاجة اسمها الانتاج يعني صح. احنا ما يعني احنا بنقاتل قتال شديد جدا عشان نصل للناس يعني، وبنخسر عديد يعني عشان نزعج الناس كده ونقدم حاجات نادي، فبنخسر ما يعني ما في جهة داعمة، ما في كده. على عكس ما يحدث الدولة طبعا غايبة يا ربيع، الدولة غايبة، وزارة الثقافة، ودي مسميات، ما في حاجة. لا ما في حاجة. وطبعا هو عكس ما يحدث في العالم يعني في مصر، في سوريا، يعني عندهم اهتمام بالفنون، والفنون ارتقت لأنه أكبر منتج للفنون هي الدولة ذاتها. بالضبط، هي الدولة ذاتها. الدولة هي محطم كبير جدا بنعمل شو يعني، معاي ناس فضيل، مجموعة فضيل وجبريل أبو بكر وجلواك وكذا، الناس شغالين بي 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 يعني زي ما انت الحلقة اللي فاتت انا شاهدتها فضيل كان بيتكلم حقيقي يعني انه خسران حقيقة، شغال خسران حقيقة، خسران. بيسعدنا جدا انه نزعج جمهورنا ويتسع جمهورنا وكذا، لكن حقيقة ما في دعم الدولة. الدولة ما بتريدنا ذات شكلها كده، ما بتحب الدرامين دل ولا انت بصوره شخصيه؟ ما بتحب الدرامين بشكل عام ولا انت بصوره شخصيه؟ لا عامة بشكل عام. مش كده، اخطر من ده كمان، الجمهور بيحب احنا يعني هسه احنا اطلع من البيت كده في نشوف في الشارع كده الليموني ما عارف كده، لما امشي باحتفال بطلع من بيت باحتفال باجي باحتفال. يا رب داخل النجوميه اللي انت حققتها دي يعني حتى لكل الاجيال، كلمه السر فيها شنو؟ والله انت عارف لما الفنان يكون الكنتاكي زي ما بيقولوا، السر بتاع النجاح كله اول حاجه تكون اداك عفوي وصادق جدا مع الناس تلغائي، ده من حيث التكنيك الادائي. غير كده يكون عندك محتوى موضوع، يعني لما يكون عندك موضوع كده بيهفش الناس يعني، ده برضه سر اساسي جدا في نجاحاتك يعني، لازم انت تهبش الناس في حاجاتهم في مواضيعهم الاساسيه وكده. اكثر من كده كمان لازم كمان اختيارك للكاست ذاته، الناس اللي حوالينك كلهم يكونوا ناس فنانين عندهم جيف اند تيك معك يعني، بيقدروا يحسوا بيك وبتعرفهم وكده. عشان كده دائما الفرق يعني حتى عادل امام في مصر عنده تيم محدد بيشتغل معه. صح حقيقه. تيم محدد. عندنا هنا في السودان فضيل عنده تيم محدد بيشتغل معه، فرقة الأزغاح من الحساب عنده تيم محدد، لأنه هم بالتجانس بيعرفوا نقطتك كيف والكيمياء بتاع بعض نفسها كيف. بس كلمة أخيرة كده، زمان كان بيعملوا معانا الغاز في الجرايد. أيوة ذاته مكفت لأنه يعني صح الجرايد ذات صح، يعمل لك لغاية يقول لك أمشي عمل لغاية مع ربيع طه، أسد ذاته مكفت لأنه ربيع طه عارفين أنه البلد جفت في المكان ده. فانت الان عملت يعني حبشت يعني، انا مفتكر بانه خطوره البرنامج ده بانه اختصر الصفحه الفنيه في الجرايد كلها بالضبط. كلها كده في وحبش الصحافه التلفزيونيه كده،
والله كثر خيرك يعني، القيت بانك انت شريك معانا في نجاح هذا. والله دي شهاده كبيره نحتز بها، وان شاء الله نقدر احنا برضو نقدم مساحات ونعكس المجهود الكبير اللي انت بتقدموه، ومنياتنا لك في بالنجاح في تجربتك العالميه الخارجيه اللي انت بتخوضها، واحنا عارفين ان انت على قدر الرهان، شاكرين لك. ويا ريت اخونا محمد محمود كمان لو ادانا من تجربه استاذنا ربيع طه مع الراحل المغيم حسن حسني. مواصلة لملف حفلات الفنانين العرب بالخرطوم، اللي وعدنا انه نحن في كل حلقة نفرد مساحة ونتكلم عن الحفلات اللي تمت في الخرطوم وفي السنوات الماضية، والحفلات اللي تم إلغاء، وكواليس وأسباب والتفاصيل والأسرار على خلفية عدد من الأحداث الأخيرة. وتكلمنا في حلقة سابقة عن حفل كاظم الساهر، وعرضنا جزء من المؤتمر الصحفي اللي عقده بالخرطوم. طيب، في زيارة شهيرة تمت في يعني قبل حوالي ممكن يكون 18-19 عام، اللي هي زيارة أصالة نصري للخرطوم، ودي واحدة من الزيارات برضو اللي كان فيها إحباط كبير باعتبار أنه قدمت لها الدعوة للغناء في على خشبة مسرح كلية جامعية اللي كانت كلية كمبيوتر مان، وللأسف الشديد تم إلغاء الحفل من قبل الجهات الرسمية. زمان لما يقول لك الجهات الرسمية دي بين قوسين، أنت ما بتكون عارف اللغة من جهاز الأمن، ما بتكون عارف إنه لغة وزير بقرار زول رفع سماعة لغة الحفل، لا بس. وبعد ذاك الحجج بتكون واهية، وما بيكون في أسباب منطقية ولا واقعية ولا بيكون ولا بيكون في تفسير. يعني حفل أصالة نصري ده قال والله يا أخي إنه ما استخرجوا التصاديق اللازمة والإجراءات الإدارية الممكن تتبع حسب السيستم الخاص بهيئة المصنفات، إدارة المصنفات التابعة لوزارة الثقافة بولاية الخرطوم. شفت الكلام الكثير دي، الجمل الكثيرة دي مخالفة الحفل بتاع أصالة نصري. طيب، ما أصالة وصلت السودان، وأصلا إذا هو إجراء طلب بتقدمه ورسوم بتدفع، لا ما في، ما حيصدقوا الحفل ده، وتم منعه. اصلا أصالة هي اللي كانت حتغني في حفل زفاف خاص اللي هو كان ابنة عميد كلية كمبيوتر مان، وهو حتغني في الحفل، وفي نفس الوقت حتغني للطلبة في حفل جماهيري، باعتبار انه دي فرصة زيارتها للسودان انها تغني، ودي فنانة عندها اسمها وعندها وزنها وعندها جمهورة في السودان، انها تغني في الحفل الجماهيري. لكن للأسف الشديد تم إلغاءه، ويعني وغادرت هي السودان وفي الحلق يعني غصة، برغم الكلام الجميل قالته وقتها عن السودان وانطباع عن الزيارة كده. قبل ما نواصل يا ريت لو سمعنا قالت شنو يعني عن السودان، بجانب احنا شايفين في صور من الزيارة على الشارع. طيب، يعني واضح تماما انه أصالة يعني طلعت بانطباع عالي، وانها هي سعيدة بزيارتها للسودان، لكن كمان برضو ما غنت في حفل جماهيري. من الصورة العالقة في الذاكرة من زيارة أصالة نصري، احنا كان عندنا يعني بفضل العمل الصحفي بيخليك انت قريب من الأحداث، يعني ممكن الواحد كان متواجد في زيارة أصالة ومرافق لها في معظم يعني المشاوير داخل الخرطوم. هي كانت زارت بعض المستشفيات وأطفال مصابين بمرضى القلب، وقدمت هدايا للأطفال المرضى وبعض الجوانب الإنسانية، يعني سعدت بمرافقتها وبحضور مؤتمرها اللي عقدنا لها في المطار مجرد وصولها للخرطوم، وكان ومن ثم حضور حتى الحفل الخاص وحفل الوداع. وكان حفل الوداع حضروا عدد محدود، ممكن يكون الصور اللي عرض لنا الأخ المخرج محمد محمود قبل شوية، دي الصور دي من حفل الوداع. يعني هي لو لاحظت انه هي في الحفل ده كانت بترتدي الثوب السوداني، غنت ايضا بالثوب السوداني، عشان كده كان برضو اهدينا لها ثوب سوداني باعتبار ان هي بتفتكر انه دايرة تكون قريبة من السودانيين، وزي ما ام كلثوم في 68 لما زارت السودان غنت على خشبة المسرح القومي بالثوب السوداني، انها هي دايرة تحس بانه هي اكثر غرب، وكانت بتقول انه يا ريت لو في نصوص انها تلقى اغنية سودانية شعبية، يعني اغنية باللهجة السودانية العامية السودانية تشعر فيها إن يعني فيها اختلاف وفيها تنوع لتجربتها،
وفيها انصاف لجمهورها في السودان ويعني وزي احتزار كده لانها هي والله الظروف ما سمحت لها انها تغني في حفل جماهيري وكانت بتبحث عن نص يناسبها ونامل انه يعني بعد السنوات الطويله دي زي ما كان كاظم الساهر يعني في الخرطوم كان بيبحث عن نص وبعد سنين طويله لقى نص لشاعر شاب سوداني وغنى ونامل انه اصاله يعني تجد نص سوداني وتغني وافتكر انه دي اضافه لحركه الفنون في اسماء كبيره لما تغني من كلمات شعراء سودانيين دي المزاله دي فيها اضافه وفيها انفتاح ما في ذلك ادنى شك يعني يعني افتكر انه الزياره دي كان حضرها وقتها الدكتور عبد القادر سالم سكرتير كان وقتها اتحاد الفنانين واللي عبر عن يعني استياء وانه السلطات ما سمحت لاصاله بانها تغني في الخرطوم وكان بيفتكر انه ده فيه احراج اليوم هم ذاتهم كفنانين وكنغابه فنانين لانهم هم في كل زياراتهم للدول العربيه والاوروبيه يعني ما بيلاقوا اي صعوبه في انهم يغنوا في اي مكان فلما يجي فنان من خارج السودان ويلقى صعوبه في انه يقف على المسارح السودانيه المزاله دي بتنعكس سلبا بشكل او باخر على الثقافه السودانيه وعلى صوره السودان في الذهنيه الثقافيه العربيه وفي المجتمع الفني العربي. برضو كان حضور في الاحتفال المصغر الفنان الراحل المغيم عبد الكريم الكابلي واللي ببلاغته المعروفه وبسلاسه وجزاله التعبير وحسن البيان يعني يتكلم عن اصاله ويتكلم عن انها هي فنانه مفتنه يعني هو طبعا يعني رجل صاحب قاموس خاص ومفردات لا تشبه الا الراحل المغيم كابلي. حقيقة من بعدها كان في محاولات لأنه أصالة تزور الخرطوم لكن معظمها ما يعني بداية اتصالات لكن معظمها ما وصل لإبرام عقودات يعني ما في عقد أبرم من بعدها ده العقد الوحيد اللي كان أبرم بشكل واضح وهي وصلت في الخرطوم ومكست عدة أيام ورجعت من بعدها وغادرت البلاد. رجعت تاني على في السعودية في واحدة من حفلات هيئة الترفيه وفي تجاوب وغناء الجمهور معاه في واحده من الاغنيات واخذ مساحه كبيره في الترديد وغيره. برضو عادته ذكرت السودان عن طريق التعليق على الحادثه الشهيره بتاعت الاستاذ الموسيقار محمد الامين يتغني انت يا غني انا كده. خلينا نشوف اصاله وقتها قالت شنو. ده كان الفيديو اللي رددت فيه اصاله حديث عن السودان وحبها للسودان. البعض فسر انه هل من باب السخريه هي تكلمت عن حادثه الفنان محمد الامين لا ولا من فعلا من باب ان هي عجبت بموقفه باعتبار انه في مساحات من الاغنيات ما بتحتمل. وانا بفتكر انه دي فرصه الواحد يعني يرجع عشان يعلق على الحادثه بتاعت يتغني انت يا غنيانا يعني بأثر رجع يعني رغم مرور وقت طويل. أنا أفتكر أنه برضو وقتها المزالة دي صارت ردود فعل والناس تباينت فيها وجهات النظر والناس بيفتكروا أنه والله يا أخي الأستاذ الفنان المصغر محمد الأمين كان يعني حاد في ردة فعله وأنه جميل أنه أنت في المسرح تلقى الجمهور يعني معاك وبيردد الأغنيات وحافظ وهو خالق معاك انسجام وتكامل وحالة بتاعت زوبان وانفعال وتفاعل. وافتكر وقتها أنا يعني اتكلمت مع أستاذنا محمد الأمين عن الموضوع ده وممكن يكون في تحفظ على الطريقة وجهات نظره ونقاشنا كان هو بيقول لي إنه يعني في أغنيات طبيعتها ولحنها وحتى موسيقى والمساحات اللي فيها هي اغنيات بتسمح لانه الجمهور نفسه انه يردد ويغنيها او يغنيها معك. وفي اغنيات ما بتحتمل يعني في اغنيات بيفتكر انه هو ما بتحتمل. الواحده من يعني ابجديات تقدير الاغنيات دي نفسها انه انت تستمع لها باصغاء وبانتباه وباهتمام كامل. ولو انت في عدد من الناس دارين يرددوا ممكن يفسدوا مدعة السماع على الآخرين. وقال لي إنه أنا حتى الأغنيات أنا بعد ما أغنيها أنا باجي برجع بسمع التسجيل بتاع الأغنيات وبحس بإنه أنا نفسي إنه في النهاية في حاجات مختلفة في طريقة الأداء كل مرة من أغنية للتانية. فبفتكر إنه المزالة دي رغم التباين وجهات النظر فيها لكن
يعني محمد رامي يفتكر انه اغنيه زاد الشجون، اغنيات الاغنيات الكبيره انه ما بتحتمل انه يكون فيها مشاركه، يعني باي حال من الاحوال. بنرجع للموضوع الاساسي وبنقول انه يعني زياره اصاله احدثت وقتها ردود فعل في الشارع السوداني، في الصحافه السودانيه، في الصحافه العربيه، خبر الالغاء تداولته يعني معظم الوكالات والصحف العربيه، لانه كان في غرابه انه كيف يعني السلطات تلغي حفل غنائي، يعني امر غير مفهوم ومستغرب انه يحصل في السودان، لكن للاسف ده الواقع وده اللي حصل. غنت في حفل زفاف وتم الغاء الحفل الجماهيري، كان في النادي السوري الحاضرين لحفل الزفاف بالخارج اكثر من اللي كانوا بالداخل، اعداد كبيره حاصرت النادي السوري واستمعت لاصاله برغم انه الدعوه في الحفل الزفاف دعوة خاصة، لكن أعداد كبيرة كانت من الشباب خارج يعني النادي اللي يقيم فيه الحفل، وغنت كثير من أغنيات القديمة المحفوظة للناس واللي كانوا بيرددوها باستمرار، وكانت وقتها في الكاسيت حققت أرقام عالية في التوزيع والمبيع، وعبر برضو الأغنيات المصورة ولعل أشهرها يمين الله. طيب مواصلين خط أحمر وعدد من الاخبار ممكن يكون والحصريات، يعني زي ما استاذنا ربيع طه تكلم عن المشاركه الخارجيه الثانيه وكان خبر خاص وانفراد وحصري للبرنامج، برضه كمان في اكثر من خبر حصري وخصونا بعض يعني الاسماء في الساحه الفنيه ببعض التفاصيل الخاصة، ونزعت بأنه يعني خط أحمر يكون عنده حصريات خاصة به ويكون في بعض الأخبار اللي عندها وزن يعني وعندها ثقل، ما أي خبر متداول يعني بيلقى مساحته في البرنامج ولا حتى ممكن نطلق عليه أنه حصري، لكن لما يكون في حاجة شكلها مختلف. سعدت تماما وسعدت أسرة برنامج خط أحمر يعني الاتصال اللي تلقيناه من الأستاذ منتصر إبراهيم رفيق درب، والأستاذ الشاعر الراحل المقيم السير قدور مدير أعماله وزوج ابنته ومن المغربين اليوم في سنواته الأخيرة وملم بكل التفاصيل، فحصل على تسجيل نادر لنص آخر ممكن يكون نص كتبه الأستاذ السيركادور وخاصة به الفنان كمال ترباس، ولسه كان ما وصل حتى للفنان كمال ترباس، إنه في رسالة ومن بعدها لزم سرير المرض، والرسالة نفسها ما وصلت للأستاذ كمال ترباس، وإنه في التسجيل الصوتي بيتكلم أستاذنا السيركادور إنه يعني خاطب كمال ترباس بأنه الأغنية دي خاصة بيك، وده الملمح الأساسي بتاع اللحن، بعد كده ممكن يدخل ورشة وشوف الشكل المناسب اللي ممكن يطلع بيه، ودي عادة الثنائية ما بين كمال ترباس والراحل المقيم السير قدور اللي جمعتهم أعمال ممتدة وأعمال عديدة. خلونا نسمع أستاذنا السير قدور ونسمع التسجيل النادر. أستاذ كمال ترباس صباح الخير أو مساء الخير حسب ما ميعاد وصول الرسالة. زي ما سوي قلت لك، يعني اللحن ده كروكي، الهدف منه الإيقاع والمخارج الحروف المد والحروف الغنى، ممكن تتصرف فيه بطريقتك، أنا عارفك أنت شديد على عمرك. يلا نغني بالصوت المخشرم. زي ما سوي القلب المقوي، زي ما سوي القلب المقوي، ما بسيب غرامك وجوك يا أخو جوي. زي ما سوي زي ما سوي القلب المقوي، أنا ما بسيب وريدك وجوك يا أخو جوي. وزي ما سوي زي ما يا العاشق خيالك وتاي في دلالك، أنا عاشق جمالك والخد البضوي. زي ما سوي زي ما سوي القلب المقوي، أنا ما بسيب وريدك وجوك يا أخو جوي. يا العاشق خيالك
وتاي في دلالك، انا عاشق جمالك والخدل بضوي، وزي ما تسوي سوي زي ما تسوي سوي، انا بسل عليك وكل امالي فيك، وبعد الريد ليك وبالصوت الودوي، زي ما تسوي سوي زي ما تسوي سوي يا القلب المقوي، انا ما بسيب ريدك وجوك يا جوي، يا العاجبك شبابك ويطول غيابك، لو اسمع جوابك اسافر ليك جوي، زي ما تسوي سوي زي ما تسوي سوي يا القلب المقوي، انا ما بسيب غرامك وجوك يا جوي، يا طول غيابك لا يلعاجبك شبابك ويطول غيابك، لو اسمع جوابك اسافر ليك جوي، زي ما تسوي سوي يا القلب المقوي، يا زهر زمانك انا طالب حنانك، قلبي ضاع عشانك وجمل الريد يشوي، زي ما تسوي سوي زي ما تسوي سوي زي ما تسوي سوي، يا زهر زمانك انا طالب حنانك، قلبي ضاع عشانك وجمل الريد يشوي، زي ما تسوي سوي زي ما تسوي سوي زي ما تسوي سوي يا القلب المقوي، انا ما بسيب ريدك وجوك يا اخو جوي، زي ما تسوي سوي وجمر الريد شوي، يعني نفس لغه استاذنا السيرجادور وشاعرته المفعمه والسهل الممتنع، والاغنيه بتحس بها فعلا النكهه الترباسيه فيها، يعني دي وذاته برضو واحده من عبقريه استاذنا الراحل المغيم السيرجادور، انه بيعرف يعني كل عمل يديهم لمنو وبيشبه منو، وبيجي الرداء النغمي مفصل على الحنجرة المعينة، فما بالك لأن يعني كمال ترباس رفيق درب وعندهم ثنائية شهيرة وأعمال ناجحة وأعمال لقد قبول ومحفوظة يعني وبترددها كل الحناجر، فكونه يكون في عمل كتبه أستاذنا السيرجادور في آخر أيامه قبل رحيله ويخص به كمال ترباس، انا افتكر انه المساله دي محتاجه من الاستاذ كمال ترباس انه يعني يدي العمل ده عنايته الخاصه ويشيل اللحن الكروكي زي ما سماه استاذنا السير في رسالته الصوتيه، ويكتمل اللحن ويتوقع مع فرقته الموسيقيه، ويا ريت لو نقدر نسمعه في العيد او نسمعه في اول اطلاله للاستاذ كمال ترباس، باعتبار انه ده اخر عمل كتبه ولحنه الشاعر الراحل المغيم السيرجادور، ولو شوف يعني رجل في سن متقدمه من العمر كان هو بيقدم البرامج وبيحدث حراك في الساحه الفنيه وفي المشهد الفني وبيكتب الاشعار ويصيغ الالحان، وحتى هو يعني على فراش المرض بتلقاه انه ما رمى المنديل وقلمه ما انكسر ولسه بكتيب وبيحاول انه ينشر عبيره وابداعه، وكتر خير كان مفترض يكون معنا عبر اتصال هاتفي، انا عارف انه واضح انه الاتصال ما تم، يعني كان مفروض يكون معنا الاخ العزيز منتصر ابراهيم مدير اعمال الراحل المقيم السيرجادور ورفيق دربه، واللي هو اللي خصانا بالتسجيل ده، ونحن بنشكره على التسجيل الغيم اللي احنا سمعناه بصوت استاذنا الراحل السيرجادور، وبنامل انه يتفاعل معه الاستاذ الفنان كمال ترباس كعادته في اسرع فرصه، ونسمع دي واحده من الحصريات، شاكرين صوره منتصر على الشاشه، كان المفروض يكون معنا في اتصال هاتفي ما تم الاتصال، بنشكر الاخ منتصر، وبنامل كمان انه من الاستاذ كمال ترباس انه نسمع اللحن في الغريب العاجل. في برضه الحصريات الخاصه بالبرنامج وبخط احمر تابع العديد من الناس انه الترويج لفيديو كليب جديد للفنانه جواهر،
طرحته من مغرقة متى بالغاهرة، لكن خلونا نعرف الكليب والتفاصيل عنه. برضو جواهر بعثت بفيديو خاص لخط أحمر، نسمع ونرجع نعلق. مساء الخير الأستاذ هيثم كابو الإعلامي المخضرم، لك التحية وتحياتنا أيضا لأسرة برنامج خط أحمر وكل التحايا للغايمين بقناة البلد. أحكي لكم الليلة حدوتة كليب هبركولو، اتصل بي المنتج الأستاذ طارق عبد الله قال لي يا جواهر في فكرة عايزين نعملها بتاعت عيد ميلاد، عايزين نعمل فكرة مختلفة شوية بس عايزين نرجع لنفس الستايل بتاع الكليب، لو فاكرين كليب على الكورنيش وحمادة ونفس اللوك بتاع الميك اب، وعايزين البشرة تكون خمرية شديد وكده ونفس اللبس ونفس الألوان وكده. في الحدوتة كانت بتحكي على إنه واحدة يوم عيد ميلادها أصدقاء كلهم خزلوها، كل المغربين ليها ما في زول هالناب عيد ميلادها، فكانت قاعدة حزينة براها كده واخدة ركن في البيت. فقامت أختها الصغيرة اتصلت بي قالت لي يا جواهر أختي الليلة عيد ميلادها، فقامت قالت لي إنه أختي الليلة عيد ميلادها وكل الناس خزلوها ما في أصحابها ما جوها وكده فعايزين نهيص لها وكده. فقمت أنا اتصلت بصحابنا وجينا عملنا لها الكليب. الكليب طبعا تصويره كان في فيلا على النيل، هيصنا لها وعملنا لها عيد ميلاد وكده، واتمنى يا رب انه يعجب الناس. غايت انا شايفاه هنا في مصر ماشي كويس جدا الحمد لله، يعني الحمد لله الحمد لله فضل وعدل من عند الله. طبعا الشكر كل الشكر لكل الغايمين على قناة البلد، غناء بجد مميزة وماشا، أتمنى لها التقدم والإزدهار وأتفرج على الكليب وقول لي رأيكم شنو، أنا سعيدة بيكم. شكرا. طيب هنتفرج على الكليب وهنقول رأينا، لكن برضو خلونا نقول كلمتين، يعني أنه تجربة جواهر دي محتاجة برضو مساحات لأنه الناس تتكلم عنها وتخدها في ميزان وتغيم التجربة والإيجابيات والسلبيات، حققت شنو جواهر، الإضافات اللي حققتها، النوع الغنى اللي غنته، التحفظات وين، الفتوحات اللي حصلت وين. ممكن يكون في فترة من الفترات يعني كانت في ردة فعل لتصريحات أطلقتها مثلا جواهر في أجهزة إعلامية خارجية مصرية مثلا تحديدا المزالة دي ألغت بظلالة، لكن ما يعني ما بيختلفوا عليه اثنين انه جواهر قدرت تحقق لنفسها وجود في مكان صعب. يعني انت من الصعب جدا انه تفرض اسمك ووجودك وتجربتك ومشوارك من هوليود العرب، يعني انت من الغاهره اللي هي المنصه اللي انت بتخاطب من خلال الوطن العربي بشكل كامل، من الصعب انه انت تنجح من الغاهره، يعني تنطلق من الغاهره وتنجح. وده كان التجربه مع هاي كواليتي ونجحت في المقامات اللي حققت ارقام عاليه واغنيات اللي حفظت واصبح اسم جواهر اسم معروف في العالم العربي، وعندها مشاركات في مهرجانات كبيره اذا كان في قرطاج في تونس او في جرش في الاردن او في غيرها من المهرجانات. ومن بعد نجاح وصلت برضو يعني لمستوى جماهيري وفني عالي. من بعد انا برضو لاحظت انه في ممكن يكون انخفاض في التواجد وانحسار للمساحه في الفتره الاخيره. من بعده الان واضح ان جواهر بترجع وتنتفض من جديد، ربما المساله تكون مرتبطه بطبيعه عقدها الانتاجي وحصريه الشركه المنتجه والعقودات المبرمه والتفاصيل الصعبه اللي قاعده تكون دائما في الساحه الفنيه في مصر، ممكن تكون الغت بظلالة واثرت عليها. لكن كونها الان برضو رجعت لإنتاج الأغنيات المصورة وقدمت عمل جديد، أنا أفتكر أنه دي إعادة تقديم نفسها من جديد، خاصة أنها هي بتستند على أرضية. بيبقى بعد كده الاختلاف في المنتوج وفي تقييم الناس له، ودي مازال يعني ممكن تتباين فيها وجهات النظر. خلونا نسمع الكليب بتاع أغنية جواهر ونرجع نعلم.
طيب جميل عودة جواهر للإنتاج والأغنيات المصورة. أفتكر أنه هي محتاجة لأنها تستعيد كثير من الأراضي في الساحة الفنية العربية، لأنه حاصل إحلال وإبدال، وفي أسماء كثيرة ظهرت في الفترة الأخيرة، وفي أسماء من الأسماء القديمة بتحاول تحافظ على وضعيتها وعلى مكانتها. أفتكر أنه هي محتاجة لمضاعفة الإنتاج وملاحقته بالمشاركة في المهرجانات الإقليمية وبالتواجد المستمر برضو في الساحة الفنية العربية. وما تخفل كمان المشهد المحلي في السودان، الساحة الفنية في الفترة الأخيرة لاحظت أنه عندها اهتمام كبير بالساحة الفنية، ومحاولة أن تقدم أعمال سودانية ونتكون في عدد من الأغنيات السودانية ومشاركة في إحياء حفلات بالسودان. أفتكر أنه ده برضو تفكير سليم، يعني أنها هي تمشي في خطين، خط اهتمامها بالفن العربي وجمهورها المنتشر من مراكش للبحرين، وترجع برضو يعني تصنع لنفسها أرضية وتضع لبينات في المشهد الفني في السودان. طيب سوشيال ميديا، في شنو يا محمد في السوشيال ميديا؟ نشوف شنو الظواهر في السوشيال ميديا ونرجع نعلم. ما كويس انه ما كملنا، يعني انه القصة طلعتي واحدة رخيصة وواحدة غالية والجزم ومقاسات وشلبتيني يتمع القصة دي ما يعني مستمر، يعني قدر ما نحاول نوقف الفقرة بتاعت السوشيال ميديا دي، لكن الناس بيقولوا لا الفقرة مهمة، مهم انه علقوا لنا على الظواهر بتاعت الاغنيات المنتشرة في السوشيال ميديا والتداول بتاعها، وسيرة البرنامج بتحرص انها تقدم نماذج، لكن ما في نماذج مشرفة، يعني دايرين حاجة نصكم كده، لكن ما ممكن يكون يعني كلها شلبتيني وغلبتيني والجزم والمقاس وانتي وغيره بتاع. بعدين المسألة برضو بتاعت في فيديوهات بتجي عشان البرنامج يحاول يعني يعرض منها ويعلق عليها، لكن قاعدة في الإعداد قبل ما تصلنا، ولأنها ما بتصلح للبث، يعني حتى ممكن احنا نعلق عليها يعني بدون ما نبس جزء منها، يعني حتى النماذج في فيديوهات ممكن انت تبس منها نماذج، لكن في فيديوهات لمغنيين ولمغنيات الطريقه بتاعت التمايل وما يعد بعض المغنيين والطريقه اللي بيأدوا بيها ويعني حقيقه ما بتشبه دعوه الفن الداعيه للحق والخير والجمال ورسالته، ومساله بتشعر بها انها دي ما مساله عندها علاقه بالفنون، يعني عايز تشوف مستوى المفرده والاسلوب وطريقه الغنى يعني غايته ما اعرف، لكن فريق الاعداد ما استخر، يا ريت ادونا 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 نموذج ثاني. اخر القصه فعلا يعني كفوف القصه دي. بعدين شوف الغرابه في انه الكوريين غبش من اللف والاظافر تقول صدف، شوف بالله يعني هنا كوريين، طيب الخلادي كوريين ودي اظافر، شنو ما يا رجلين واظافر يا كوريين واظافر، شنو هنا اظافر وهنا كوريين، يعني قصة ذاتها بس بتلك النازل بيركبوا الكلام ومعاها وبتاع وغيره والبلاغات دي طبعا نتكلم عنها بتفصيل أكتر، بحكاية إنه أي فنان بيرفع بلاغ وبيحددوا أسماء الناس. زمان كنا من لوم الفنان يعني سامي المغربي ربنا يطلعه بالخير، بنقول بيكسر من أسماء الموجودين في الحفل، يعني دائما بيقوم بيعددهم، لو شافك أنت داخل الحفلة مثلا جيت في حفلة زفاف ولا كده وبيفتكر نوع من التفاعل كده، وبيقوم بيذكر اسمك وفي أثناء الأغنية وبرحب بك مباشرة كده. المسألة بتاعت الترحيب دي لا اتمددت وارتفعت، وهي ذاتها كمان بقت يعني عندها وضعيتها، وتخيلي هي ذاتها برضو عندها ارتباط ممكن يكون بالنقطة وبغيره، بقت بيرفعوا بلاغات، فالبلاغ ده بيكون زي الاتندس كده، بتجيب الناس الحضور كلهم الأظيف في الحفل ديل وبتبدأ بتذكرهم، ممكن ياخدوا منك المزايا، تاخد منك زمن الحفل كله ربع زمن الحفل ما فرقت، وأي زول بتاع وأي زول طبعا مجرد ما يذكر اسمه مفروض يعمل حركة بتاع التفاعل بشكل معين، الواحد الآن وجوده في الاستوديو ما بيسمح له إنه يقلده، فبتكون في طريقة معينة انت عشان تعمل بها التفاعل ذاته بتاع ظهور اسمه وكده، وواحدة هنا والله طيب وداك بيعلق وكده، وبتلقى البلاغات دي بعد شوية ذاته البلاغات بقت اغنيات، يعني صوت جميل زي والدجاج ده استغربت فيه، انا حاولت اسمع له بعض الحاجات في اليوتيوب فلقيت دي اغنية بس عبارة عن اسماء ناس، دي ما المشكلة انه هو في حفلة ردد اغنية اسماء الناس الموجودين، اوكي جبناها على مضض، الغريبة نفس الاغنية بغنوها فنانين تانين سمعان والدجاك بنفس اسماء الناس في حفل والدجاك، يعني طيب مترحلوا معاكم الحضور
ما انت هو يفتكروا انه عظيم الشاعر كتب الاغنيه دي بالاسماء دي، دي صادفوا كانوا موجودين هنا. لا ده كمان ما شاء الله عليه. شوف طبعا في برضه مغنيين جيدين الحفظ، يعني يفتكروا انه دايرين ينقلوا الحاجه بتفاصيلها، فحفظوا اغنيه والدجاج بالبلاغات باسماء الناس الموجودين، فبتلقى الاغنيه بنفس الناس الموجودين، يعني بتاع الساون هنا، بتاع العازف الاورجن، اصحابهم الموجودين معاهم في الحفل اللي بسوق الحافله، كل الناس اسمائهم هنا موجوده، ده كمان ردد الاغنيه بنفس اسماء الناس الموجودين. يعني يا جماعه اللي بيحصل ده شنو؟ يعني زالت الظواهر دي ومتمددة وممتدة وما واقفة. طيب نحارب ونتكلم ولا نسكت؟ يعني زي قبل كده قلنا انه الايرلنديين ده بيقول لك لإزالة الوحل لا بد من الخوض فيه، انت في وحل لازم تخش جواه عشان انت تقدر تزيله وتقدر انت تحارب الظواهر دي. وبرضو كمان محاربة الظواهر دي بتكون بشكل او باخر يعني تحت مساحة للغنى الجاد وللاصوات الجادة، وزي ما في الحلقة اللي فاتت يعني كان تكلمنا عن رحيل الفنان ابراهيم حمامه، وقلنا انه نقل الاغنيات الحقيبه بالصوت والجميل وبأداء وبغيره، وقلنا بنتمنى انه على الاقل يا اخي الناس الموجودين في الساحه دي لو ما اضافوا حاجه جديده بذات نكهه وذات طعم على الاقل يقدموا لنا من المسموع. يعني حمامه ده قدم الحقيبه، ما يعني ما عنده عدد من اغنيات خاصه ولا غيره. يعني حتى برضه الزميل طارق شريف انا شايفه علق عليه ما زالت انه اتحاد فن الغناء الشعبي، ما يعني اتحاد فن الغناء الشعبي بقرار من الرئيس وكمال ترباس لغى يوم السبت الليله الفنيه ونعاه، لكن انه هو ما عضو اتحاد فن الغناء الشعبي لانه ما عنده اعمال خاصه، لانه العضويه نفسها بتتطلب عدد معين من الاعمال الخاصه كانت عن الموضوع. فالمواضيع متداخله ومتشابكه. عندنا عدد من القضايا برضو تخليه الزمن ما بيزعفنا لانه نتناولها كلها. يعني حتى في اغنيه جديده برضو هم مجهزين طرحوها من جديد اغنيه جمعت هاجر كباش ومعتز التوم، دي ما حنسمعها في الحلقه دي، جوطه ممكن المره الحلقه الجايه نعلق عليها. ودائرة تكلم برضو عن التجربة بتاعت هاجر كباش وعودته وبعض التفاصيل زي ما الناس طلبوا. في كلام برضو عن انه والله يا جماعة السينما مدته مساحتها، لدينا مساحتها، والحلقة الجاية برضو حنجيب حاجة من الحلقات اللي احنا تكلمنا فيها وحنعيدها وحنتكلم فيها، حنرد على الرسائل اللي جات والاستفسارات اللي جات في الموضوع ده. وطالما انه برضو الحلقة الجاية هيكون في كلام عن تجربة هاجر كباشي، ودايرين نتكلم عن موضوع الجونات ده بتفصيل اكتر، منه تعريف الجونة، منه الفنانة، منه هي الفال بيطرح نفسها استاذة، منه الصنف التصنيفات دي كيف، شنو المغاييس، الكلام ده بتفصيل اكتر حيكون الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. ونسمع في الختام هاجر كباشي، وإلى تصبح على خير.